وط ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز. شويش يا مطي. ده مهما كان يتعدى أسير حرب. يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان أنا راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم آخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه. إنما المرة دي ده كلب متأجر. أنا؟ إيه الغباوة دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. انهي كل؟ انهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت. اسيب الكلب بتاعهم يروح ازاي؟ اهدى بس يا خميس. احنا لسه بنقول يا هادي، وانت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. ايش دخل الحكومة في اللي انا بقوله؟ ولا احنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصه اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس. واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالسهل. برضك ليه رد؟ ورديت على الرصاصه ازاي يا خال؟ بوظ للنوح عمليه تقيله دافع فيها قرشين حلوين. قال اه بوظتها له ازاي؟ اخباريه للحكومه. ده كلام ده يا خال؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدر ولا خيانه؟ ومن امتى بندخل البوليس في المباني ده؟ لا اله الا الله. عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحيه شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصه ود. ده رد رخيص. رد رخيص يا حاجه. ما ينفعش يطلع من ناحيه افندينا ولا يطلع من ايدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روح، بس ما تروحيش لوحدك. خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا افندينا. يا مؤاخذة يا ملط. عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. اه بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ أبو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ أنت ناسي عمل إيه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف. بس بقى أصول الكار إنك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده أنا عاوز تبقى كبير يعني. أنا لا عايز أبقى كبير ولا عايز أبقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس بلاده وتطلع منين. خسارة. آه على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش اصبري عليها مطرة بكرة يعني. الحكاية بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك. انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه. روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه. وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد. مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت
ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. بقولتلك الصبر يا ماترة. الله، هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم أخبيه. ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة. قولي كيلو سكر عادي. سوريا بات يا سوريا، عايزاك سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قروكو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر اهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو، هوى 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 لغاية ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدك وربنا، ما هو لوحدي ده كل الحجارة ولعت. بقولك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تمسحكيه ظهري شوية عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجالة. انا هسبقك هدف حتى القعدة. عين عليكي بنت متعاونة، بس محتاجه مجهود. اه لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجاله. معسل ده بتاعنا، ودي حبه فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. اضبط! مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ بس افندينا يا كلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستع حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي خميس. لا اله الا الله، الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتيلي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي مية توضى علشان أصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله أنت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي، اللحف على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي، هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. عاوزك تطلعي انتي؟ ليه يا اختي من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا، كنت عايزاكي ترمي العظمتين تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونة اللي جوه تجيبلك واحدة عزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فوطة صفرة. عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد
اصل انت ما بتخلفيش. قول ان شاء الله. انت بنت حلال مش شاف، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الادميه دي سيبناها للحكومه، انما هنا الكفاءه هي الاهم، وانت اثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهاده. مساء الانوار يا برنس. شلبي امرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس كله في السليم. شلبي امرني. فكها شويه يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحه العامه يا برنس. برافو عليك، انت امير يا شلبي. تلميذك. جو اي جو. بوسي انت مش تلميذي قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس. قرب. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانت وشطارتك بقى. إفيه؟ انا شم ريحه كده مش ولا بد ابدا. هنا في الاوضه ينيلك، انا مش ناقصه قرفه. بقول لك ايه، روحي رشي ولا بخاري ولا اعملي لك اي منظر. مش في الاوضه يا ستي. امال فين؟ في الصاله كلها. بنت يا بيسا، انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود، انت هتشليني يا بت؟ ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بنت يا بيسا، انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الحق يا كبير. خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريق. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ايه ابنك يا حاجه؟ خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر. وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه، بس ده كده. اقول لك ايه؟ ده امر. امر يا ابو سنه. هات لي جمال يا رب. حاضر يا حاجه. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. ودي مرسالك. يلا 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 معلم.
ضحكة سلف أدار دموعي جواها. حدش عنده فرحة سلف أنا مش عارفني، أنا التوت مني أنا مش أنا، أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. شفت ايه؟ مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال اهزوا الزومات خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندينا. انتوا عارفين تتفرجوا؟ ورا ورا. يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هتبعها. تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينة اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وإكرام الضيف إيه؟ واجب طبعا. تشرب إيه يا ابني؟ تشرب إيه؟ شاي؟ شايك إيه؟ سكرك إيه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ أيوة هي زيادة. يلا يلا اثبت، خليك مخانق، قوم قوم اخويا يا قوم. تعالى خفيف، ولا اي حاجه.